دنيا بطمة في طريقها إلى السجن. رفضت محكمة النقد بالعاصمة المغربية الرباط طلب النقد بالخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة بعد إثبات علاقتها بحساب حمزة مومبي الذي أنشأ عبر تطبيق سناب شات لفتح المشاهير وعلاقتهم المشبوهة برجال الأعمال. وبعد صدور القرار ألغت دنيا بطمة حفل الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة ليلة رأس السنة تفاديا لإحراج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش أكد سابقا أن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة دنيا بطمة وشقيقتها بجنحة المشاركة في الوصول الاحتيالي إلى تجميع ونشر كلام وصور الأفراد دون موافقتهم من خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم. نذكر مجددا أن الفنانة المغربية دنيا بطمة ألغت حفل الغناء الذي كان من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة طنجة تفاديا لإحراج إدارة الفندق في حال صدور قرار اعتقالها. وأعربت حينها الفنانة المغربية دنيا بطمة عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها ومحبيها، وكتبت في منشور شاركته عبر خاصية إنستغرام: أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية سورية مصر وسلطنة عمان والخليج بصفة عامة والجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولكل من راسلني شكرا على رسائلكم التي تصلج الصدر بالواتساب، لن أنسى وقفتكم، أحبكم من كل قلبي. وتابعت الفنانة المغربية كلامها قائلة: أما البطماويون فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة، دمتم دعمي وسندي.